الركن الأول من أركان الإيمان أن تؤمن بالله. والله عيب أن يسألك وانت طالب علم، بعض الناس يقول كيف أؤمن بالله، تقول لا أدري. أقل شيء لابد أن نضبط شرح مختصر أركان الإيمان الستة. تريد تكون مؤمن؟ كيف وأنت لا تعرف شرح أركان الإيمان؟ ما معناها؟ كيف أحقق الإيمان؟ أن تؤمن بالله، الإيمان بالله يتضمن الإيمان بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وتؤمن بوجود الله، لأن هناك من ينكر وجود الله أصلا سبحانه وتعالى. طيب ما الأدلة على وجود الله؟ الأدلة على وجود الله كثيرة جدا لا حصر لها. يمكن أن نجمل الأدلة في أربعة أدلة. عقل، نعم عقل، عقل لا يمكن أن يأتي عاقل وينظر في هذا الكون البديع إلا ولابد أن يثبت أن لهذه المخلوقات خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. الثاني الحس، تكون في كرب وشدة، ترفع يديك للسماء تقول يا رب فرجها، تنفرج، دليل محسوس ترى بعينك. قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على منبر عليه الصلاة والسلام بالمدينة وما في السماء من سحابة، لم ينزل عليه الصلاة والسلام من على منبره إلا ولحية النبي صلى الله عليه وسلم تقطر ماء. هذا دليل محسوس ملموس، رأوا الصحابة، رأوا السحابة تخرج من وراء سلع. الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار أخذوا يدعون، الصخرة تنفرج الأول، الثاني تنفرج، الثالث خرج يمشون، دليل محسوس ملموس. الرابع هذا مهم لكم، الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه بتعلم اللغة الهولندية. إذا لم تعلم الولد اللغة العربية معنى هذا أنه سلك الطريق لماذا؟ لغير الفطرة، صحيح؟ يتعلم لغة هولندية لا إشكال، لكن لابد تعلم السنة، تعلم الفاتحة، تعلم ويقرأ مفاتيح العلم، لابد. ما الذي يمنعك أن تتكلم مع زوجتك أولادك في البيت باللغة العربية؟ إيش اللي يمنعك؟ الشيطان يريد تصل إلى هذا، يهوداني أو ينصراني أو مجساني. والله لما أنت تعرف هذا أكثر مني. الرابع من الأدلة الكتاب والسنة، وهذه كثيرة جدا، بل ابن القيم رحمه الله يقول أن التوحيد لا تخلو منه آية، لا تخلو منه آية، وهذا كثير والله أعلم.